أنا بس حبيت أشكر القائمين على المؤتمر جوهر المرأة في التمكين والإعلام. هذا المؤتمر اللي تم انعقاده بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأعتقد أن بالنسبة لهذا المؤتمر غطى جميع الجوانب التي تخص المرأة من ناحية دورها في المجتمع، دورها في بناء دولة، دورها في بناء أسرة، وإن كان هناك قليل من الحضور، لكن الشخصيات التي حضرت هذا المؤتمر هي شخصيات لها اعتبارها ولها تقديرها في المجتمع، في المجتمع الكويتي والمجتمع الخليجي أيضا. بالنسبة للمرأة، احنا جميعنا نعرف انها تعتبر نصف المجتمع الذي يشارك في بناء الأسرة وبناء دولة وبناء وطن، وهي اكثر عضو فعال في المجتمع الكويتي لبناء المواطن الكويتي ايضا، او وتأسيسه على اسس خلق يعني إسلامية دينية، على اسس علمية ثقافية. لذلك تحتاج أو يجب على المجتمع الكويتي وعلى دولة الكويت أن تحيط المرأة بالاهتمام والرعاية، سواء من الجانب القانوني، الجانب الاجتماعي، الجانب السياسي.